ساعة الصفر تقترب قبل بدء المناظرة الأولى بين الرئيسين الأمريكيين الحالي والسابق جو بايدن ودونالد ترامب. المرشحان يسعيان لمحاولة تحقيق نصر معنوي خلال 90 دقيقة هي مدة المناظرة. بايدن سيعمل على تصوير نفسه كمرشح قوي قادر على إيقاف خصمه الجمهوري الفوضوي والساعي للانتقام بحسب حملة بايدن. على المنصة الأخرى، هدف ترامب تفنيد كل ما يعتبره بايدن إنجازات لإدارته، مع محاولة إيصال رسالة للأمريكيين بأن الإدارة الحالية لا تستحق ولاية ثانية. المناظرة ستسلط الضوء على التناقضات الكبيرة بين ترامب وبايدن. الأول تعهد خلال ولايته بوضع أمريكا أولاً، وهو ما يوصف بالإنعزالية، بينما تولى بايدن منصبه تحت شعارات من بينها أمريكا عادت، أي عادت للعالم وللعلاقات مع حلفاء واشنطن. الملفات الجدلية لا تقتصر طبعا على السياسات الداخلية، إن كان سياسيا اقتصاديا واجتماعيا، بل تطال أيضا ملفات السياسة الخارجية. دعم كامل لإسرائيل من ترامب وخلافات نسبية بين بايدن ونتنياهو، لهجة مرنة وأخرى متشددة تجاه إيران، خلافات حول سبل دعم أوكرانيا، وربما يكون ملف الصين هو نقطة اتفاق لكن بلهجتين مختلفتين. المناظرة إذن مهمة لترامب وبايدن لتوجيه رسائل قد تؤدي لاستقطاب الجمهور المتأرجح بعيدا عن الناخب المضمون، سواء كان حسبيا أو مؤيدا حسم أمر مرشحه المفضل. إذن مناظرة المرشحين الأكبر عمرا في السباق الرئاسي الأمريكي، من الأقرب لحسمها؟ هل ستكون محطة يستفيد منها أحدهما لكسب شرائح جديدة من المجتمع الأمريكي؟ وهل سيتمكن ترامب أو بايدن من الاقتراب أكثر نحو البيت الأبيض عبر هذه المناظرة؟ نحييكم إلى ساعة حوار. Donald Trump was given every opportunity to defend himself in a state case, not a federal case. After careful deliberation, the jury reached a unanimous verdict. They found Donald Trump guilty on all 34 felony counts. Inflation is raging, crime is out of control, Europe is in chaos, the Middle East is exploding, Iran is emboldened, China is on the march, and this horrible, horrible president is dragging us toward World War III. نرحب بضيوف ساعة حوار لهذه الليلة، دكتور عامر فخوري الأستاذ في القانون الدولي، دكتور محمد أبو غزلي باحث في العلاقات الدولية بمركز ترندز للبحوث والاستشارات، دكتور فراس النائب أستاذ في العلاقات الدولية، وأيضا دكتور مهند العزاوي باحث في العلاقات الدولية. أهلا بكم معنا. أهلا بحضرتك. هذه المناظرة مرتقبة، ويعني ملايين الأمريكيين صحيح. وأيضا دول العالم عيونها شاخصة صحيح. وبانتظار هذه المناظرة، أي عنوان يمكن أن نعطي لهذه المناظرة دكتور عامر؟ أعتقد هذه المناظرة تعتبر من أهم المناظرات التي ينتظرها الشعب الأمريكي، لا بل ينتظرها العالم. هذه المناظرة تعتبر مهمة في لأسباب كثيرة، لكن هل تعتبر حاسمة من أجل حسم الانتخابات؟ أعتقد أن الموضوع يحتاج إلى دراسة أكثر من ذلك، لكن على الأقل هذه المناظرة سوف تجذب بكل تأكيد عيون الناخب الأمريكي. فعلى سبيل المثال من المتوقع أن يكون هناك ملايين من أجل مشاهدة هذه المناظرة التي تأتي في منتصف السنة تقريبا. إذا نظرنا يعني هذه أول مرة تحدث مناظرة بهذا التوقيت. دكتور محمد، إلى أي حد هذه المناظرة ممكن أن تعطي فرقا، أن تؤثر في نتائج الاستطلاعات اللي عم تبعها الآن، أو تؤثر بالنتيجة العامة؟ هي لا شك أولا زي ما حكى الدكتور هي مناظرة تاريخية بحكم أشياء كثيرة شكلية بجزء ما نفصلش فيها بين يعني رئيس سابق ورئيس حالي، هذا ربما على فكرة لأول مرة بتحدث، أيضا بين عجوزين بالمعنى الفعلي، هي بالنهاية قلنا يعني هم حقيقة الأكبر عمرا. بالضبط الأكبر عمرا، وفي عوامل أخرى برضو يعني موضوعية بجزء هذا السؤال الأهم مدى تأثيرها على عادة. طبعا موضوع تأثير المناظرات على آراء الناخبين موضوع شائك وبحث فيه كثير، ولكن
بتوقع المرة هاي حيكون في تأثير لأسباب مختلفة، أهمها أنه في أولاً انقسام حاد في المجتمع الأمريكي، وربما هذا غير مسبوق في قضايا مختلفة. كان تاريخياً في مشاكل وخلافات، لكن لأول مرة بكون المجتمع الأمريكي منقسم على مخ كل الملفات تقريباً باستثناء أشياء محدودة. والأمر الثاني كمان استطلاعات الرأي، استطلاعات الرأي متقاربة جداً، وبالتالي حيكون في تأثير. طبعا زي ما معروف التأثير في الغالب بيكون على الناخبين الذين لم يقرروا، وفي الغالب اللي هي في الولايات المتأرجحة، والتي كما تشير بعض استطلاعات الرأي تصب لصالح ترامب. استاذ مهند، هل من الممكن مثل هذه المناظرات، وخاصة إذا حدثت فيها مفاجآت، أن تغير رأي الناخب قرر لمن سينتخب، إن كان للجمهوريين أو للديمقراطيين؟ أم من الصعب أن يحدث ذلك؟ فقط تؤثر بي كما قال دكتور محمد بالأصوات المتأرجحة. أنا أعتقد تأثيرها نسبي بالدرجة الأولى. هي جولة من الجولات، هي جولة من الجولات الانتخابية، يعني إذا أردنا نأخذها بهذا الشكل. ولكن ربما يستفاد منها بايدن بطريقة ترامب بطريقة الاستعراضية، وربما بايدن يستفاد منها أيضا لأنه استطاع أن يكسب جولة مبكرة حتى يستطيع أن يعالج التداعيات ربما مع بعض هذه المناظرة. فريق هكذا رسم السيناريو، وأعتقد يعني أسوة يعني الاستبانات واستطلاعات الرأي، هذه المناظرة أحد الأدوات التي تستخدم في الانتخابات، وكلا الطرفين يعول على أداء متميز للشخصيات، كل الشخصيات مهمة وخلفها أحزابها، يعني لا ننظر فقط جمهور، خلفها أحزاب. والجمهور أنا أعتقد المتأرجح هو الذي سيتأثر في هذه المناظرة، وليس الجمهور الثابت الأحمر والأزرق يعني. دكتور فراس، إلى أي حد شخصية المرشحين ستلعب دور في هذه المناظرة، أم البرامج التي ستقدم أو الملفات التي ستبحث؟ في البداية مساء الخير العربية، مشاهدي العربية والضيوف الكرام. من حيث المبدأ، هكذا نوع من المناظرات الرئاسية إيجابية للغاية، حضارية للغاية، من أجل إظهار تلك الرؤى، المهارات، الخبرات التي يتمتع بها كلا المرشحين تجاه الملفات والقضايا المختلفة. ولكن للأسف الشديد أنا أشعر وكأن هذه المناظرة، ونستشعر النبض الداخلي الأمريكي ونبض العالم من حولنا، كيف أنها من أجل معرفة من هو الأقل سوءا من المرشحين. نحن عندما نتكلم عن آليات الديمقراطية الليبرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، أعتقد بأنها حاليا في مأزق كبير. نحن نتكلم هنا عن مرشح سابق ومرشح هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وإذا أخذنا بتلك النتائج التي ضختها عبر شبكة العنكبوتية جمعية العلوم السياسية الأمريكية عبر 154 خبير أخذوا رأيهم في استطلاع مشروع العظمة الرئاسية الأمريكية في العام 2024، وجدوا بأن ترامب المرشح للرئاسة هو في ذيل قائمة الرؤساء في التاريخ الأمريكي، وبايدن أيضا هو في المرتبة 13 ومرتبة 30 وفق تلك الإحصائية. وبالتالي هذا الأمر يعني بحال من الأحوال بأننا بالفعل في أسوأ انتخابات أمريكية في التاريخ. يعني عندما تحدثت عن رئيس سيء ورئيس أسوأ، وجدتك أستاذ مهند تبتسم، هل توافق على هذه النظرية بأن الأمريكيين الآن هم يختارون بين السيء والأسوأ؟ المزاج الشعبي الأمريكي لو تقرأ، على الأقل أكيد لدينا كنا اتصالات مع أصدقائنا في الولايات المتحدة الأمريكية، ينظر إلى بايدن أنه أسوأ رئيس، يعني بناء على قدرته وإمكانياته والمشاكل التي يعاني منها المواطن الأمريكي. الأمريكان يهمهم بالدرجة الأولى الوضع الداخلي، غلاء المعيشة بالنسبة للتطور من 1.4 إلى 3، الطاقة، المشاكل الداخلية، الضرائب، كل هذه مشاكل ملاصقة للمواطن الأمريكي. فينظرون إلى بايدن، وأنا عندي صديق قال لي أن لو الشيطان يعني يرشح مقابل بايدن فأنا بنتخب الشيطان ولا أنتخب بايدن. دكتور عامر، بهذه النقطة، إلى أي حد سيستفيد الرئيس ترامب اللي أيضا حوله الكثير من الجدل ومحاكمات وهو مدان ويعتبر مجرم، إلى أي حد يستفيد
من ما تحدث به الآن أوضح محمد. كلا المرشحين المرشح الديمقراطي بايدن والمرشح الجمهوري ترامب كليهما لديه نقاط ضعف. فإذا كانت نقطة ضعف بايدن في تقدمه في العمر وتقدم في الأيام، مع العلم أنه ترامب ليس بفارق من حيث العمر، فلا يوجد إلا 3 سنوات، لكن أيضا ترامب لديه نقاط ضعف معروفة جدا متعلقة بشخصيته ومتعلقة بسلوكه الأخلاقي. الناخب الأمريكي يعلم جيدا أننا لسنا أمام أفضل مرشحين، كلا المرشحين لديهم نقاط ضعف واضحة 100%، لكن المشكلة أن الناخب الأمريكي ليس لديه الخيار سوى أمام هؤلاء الشخصيتين، ليس لديه خيار باختيار أي أحد آخرين. لماذا؟ لأنه هؤلاء الموجودين على الساحة، ولا يوجد أيضا منافسين على الساحة حتى سواء كان من الأحزاب أو حتى من المستقلين. كليهما لديه ضعف، وأنا متأكد أنه هذه الانتخابات التي أو هذه المناظرة التي سوف تتم غدا سوف يستخدم فيها كل أنواع الأسلحة المباحة من أجل إظهار يعني نقطة ضعف الطرف نقطة الآخر. مهمة لا ننسى يعني بايدن مخضرم سياسيا، صحيح، يعني رجل مخضرم سياسيا، رجل عمره السياسي كبير جدا، لا نستطيع أن نقارنه بترامب. يعني ترامب رجل مال وعلى لو قارنا دعني أصيغ الأمر بهذا الشكل. نحن أمام خيار، ونحن نتكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية، ما بين النخبوية الهارمة وبنوايا طيبة كما وصفها والشعبوية الجامحة بالاتهامات القضائية، ولا أعتقد بأن الليبرالية الديمقراطية التي تباهي بها الولايات المتحدة الأمريكية أمام هذين الخيارين يمكن بأن يكون هناك بالفعل خيار صائب، وبالتالي الأحزاب تعمل لمصلحتها وليس لمصلحة الشعب الأمريكي، وهذا هو مأزق الليبرالية الديمقراطية. التحدي وين دكتور فراس؟ التحدي أنه لو قارنا ما يحدث حاليا غدا، ما يحدث غدا بالمناظرة التي تمت عام 2020 بين كليهما، مع العلم أنه في ذلك الوقت كان عدد المشاهدات تقريبا 73 مليون مشاهد، ومع ذلك كان مسموح للجمهور يكون ولو نظرنا ردة فعل الشعب الأمريكي بعد المناظرة كانت ردة فعل سيئة جدا من كلا الطرفين. لماذا؟ لأن كان النقاش في ذلك الوقت مرتبط بالخلافات الشخصية ولم يقوموا بالإجابة على. خلينا نسمع رأي دكتور محمد، هل سنشهد في هذه المناظرة أيضا هذه الملفات أو هذا الاحتقان الشخصي؟ لأنه البعض يعتبر حتى حملة بايدن تقول بأنه لا تنتخبوا ترامب لأن سيعتمد على السياسة الانتقامية وليس لديه أي شيء آخر. هل سنشهد نفس هذا الأمر، شتائم وأصوات عالية كما شهدنا عام 2020؟ المناظرة اللي صارت 2020 برضو صنفت هي الأسوأ في التاريخ الأمريكي، لأن مستوى الحوار كان أولا متدني جدا، ثانيا كانوا فاشلين 2 في الإجابة على الأسئلة الرئيسية للمحاور اللي لم يجيبوا أصلا. لكن النقطة الرئيسية الآن أنا بتوقع ربما يكون في اختلاف، ربما مش أكيد، لأنه طبعا هم حاولوا المنظمين المرة هاي اللي هي يتفادوا اليد جديدة، وكان واحد من الأشياء واللي كانت برضو ربما طلب من حملة بايدن أنه يكون في الميكروفونات مغلقة، وأظن هذه خلينا نقول واحد من الأسباب اللي بدهم يحاولوا يضبطوا الأمور الشخصية. هل سينجحوا يعني إذا أقفلنا الميكروفون أمام مرشح من المرشحين؟ هل برأيك قادرين أنه يضبطوا الرئيس ترامب فأنه يعلي صوته ويوصل اللي بده يقوله؟ هو استعراضي يعني هو أيضا هو يعني سيد في الإعلام، يعرف اللعبة. صحيح، في نقطة مهمة هون، أنت أثرت نقطة مهمة، أنه أيضا ترامب، أولا أنت قلت في البداية أنه الرئيس بايدن هيحاول يظهر نفسه كزعيم قوي وزعيم حكيم، وحيركز على الجانب الآخر بالنسبة لترامب أنه زعيم يعني وصفوه بالمتطرف، أفكار متطرفة وبالديكتاتور، متطرف وفي عنده نوع من الهمجية في السلوك والأسلوب والعنجهية. فهذه أنا أعتقد وسمعت أيضا أنه من الأشياء اللي حاولوا يدربوا فيها، أنت قلتي عن موضوع التدريب، صحيح، قبل الهوى يحاول، لأن هاي برضه حتكون نقطة يحاول يستغلها وإلها تأثير على فكرة. وفي استطلاعات رأي أشارت أنه في أسباب كثيرة اللي بتخليهم ينتخبوا ما ينتخبوش ترامب، ايضا سلوكه وسلوكه المتطرف وحتى اسلوبه. بالمقابل يعني نقاط الضعف اللي ممكن يستخدمها
ضد ترامب اللي هي أهليته وقدرته ومستذاكرة. أكيد حتكون يعني هذه عوامل ربما يضغط عليه طبعا فريق مقابل فريق. فريق يعني سنكون أمام الأهلية الذهنية والتطرف بالشعبوية والشعبوية. حتى ترامب الآن يطعن ما بين روني جونسون وروني جاكسون وما بين حديث الغسالات في التجمع الانتخابي لفيلادلفيا. إيه صح. وبالتالي مشكلة أنا أقول بأنه لا يصلح العطار ما أفسده الدهر. نحن نتكلم هنا عن إذا أردنا أن يكون هناك مناظرة حقيقية يجب أن يكون هناك ثلاثية النجاح على الصعيد السياسي أو حتى في الحياة بشكل عام، هي المعرفة والخبرة والمهارة. وأنا أعتقد بأنهم أنهما يفتقدان الكثير من هذه الثلاثية. لا الخبرة الخبرة لديه بايدن والمهارة الإعلامية موجودة لدى ترامب. صحيح. نتكلم عن شرود ذهني كامل. لا يمكن استخدام يعني الخبرة بشرود ذهني دكتور كامل. إذا أخذنا بالثلاثية اللي حكيت عنها في الموضوع محسوم اللي هو بايدن لأنه الخبرة والتاريخ. وبعدين بايدن بالمناسبة ما نستهين فيه، بايدن مش بس مخضرم، هو ذكي أكثر شخص، أكثر رئيس مخضرم إذا أخذ بالبعد التاريخي والمناصب اللي تولاها. ولكن طبعا سنه ووضعه الصحي، لكن لما يكون ما هو ترامب قال لك لا يروح بيأخذ منشطات، لأنه أحيانا زي في حالة الاتحاد، شفت في خطاب الاتحاد كان بصراعة مفعم بالحيوية. صحيح. طب هو وعلى كل حال يعني الآن أيضا هناك نقطة مهمة، من يدرب ترامب؟ هو رون كلين. صحيح. أهم مدرب درب رؤساء وصلوا إلى الرئاسة في الحزب الديمقراطي. هل سينجح مع بايدن، وخاصة بأنه يعني هم متواجدين بكامب ديفيد ويقولوا بأنه التمرينات على قدم وساق؟ وربما عكس الافتراضات، ربما عكس الافتراضات، ربما ترامب سيكون هادئ يعكس صورة مغايرة عما مأخوذة عنه، وسيضرب تحت الحزام كما يقال في الملفات المهمة اللي تمس المواطن الأمريكي. يعني هناك خلل فعلا في الإدارة، هناك خلل على مستوى الاقتصاد، هناك خلل على مستوى حتى إدارة السياسة الخارجية. لذلك ربما سيعكس الصورة ترامب ويستخدم لهذا الأسلوب المضاد. يعني لهذا السبب من المرجح أن يقوم ترامب بالتركيز على ثلاث نقاط ضعف موجودة في 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 حملة بايدن. نقاط الضعف الرئيسية الثلاثة التي من المتأكد سوف يتم مناقشتها غدا، سوف يتحدث ترامب بكل تأكيد عن ملف الهجرة الغير شرعية، سوف يركز ترامب أيضا على ملف الوضع الاقتصادي المتدهور، وسوف يركز أيضا ترامب على ملف العلاقات الخارجية مع خاصة أن الولايات المتحدة تطرفت ووصلت إلى حد أنها تورطت في حربين، حرب مع في دعم أوكرانيا وحرب في دعم إسرائيل. فمن المؤكد أن الحملة الانتخابية أو غدا سوف نشهد تركيز ترامب بكل وضوح على هذه الاتجاهات الثلاثة. في المقابل بايدن سوف يركز أيضا على موقف الرئيس، موقف ترامب من المقيد للحريات ورفضه للإجهاض، وأيضا موقف ترامب أيضا الداعي إلى دعم الاتحاد الى دعم روسيا. ولا ننسى قضيه الكابيتول. يقال ايضا انه بايدن سيركز كثيرا على موضوع الكابيتول وعلى أنه هذا الاصطفاف العمودي الذي كان سببه ترامب. بكل تاكيد. صحيح. بكل تاكيد. يمكن الملف الرئيسي اللي انا راح يدقق عليه وسوف نرى غدا بشكل واضح، يمكن يكون يمكن العلامه الرئيسيه موضوع الاقتصاد. لماذا اقول موضوع الاقتصاد تحديدا؟ لانه لو نظرنا الى الارقام، وانا على يقين انه ترامب غدا سوف يستخدم أرقام دقيقة. نعم. وهي الأرقام الدقيقة. نعم. فيما يتعلق بالاقتصاد من السهل جدا الحصول عليها، يستطيع أن يذهب إلى صندوق النقد الدولي ويستطيع أن يحصل على هذه الأرقام. الأرقام من ناحية اقتصادية تميل إلى مصلحة ترامب. ترامب. نعم. لو نظرنا من ناحية على سبيل المثال أرقام من حيث نسبة البطالة، نسبة البطالة في عهد ترامب كانت 1، كانت نسبة 3.4، في عهد بايدن أصبحت نسبة البطالة 4%. لا عند ترامب أظن كانت 1.4 وارتفعت الى 3.5. هذه اغلاء المعيشه، فالبطاله في عهد ترامب، كانت 3.5، في عهد بايدن اصبحت 4. التضخم في عهد بايدن كان 1.4، في حين في عهد بايدن اصبحت تقريبا 2.9. فالارقام تتكلم بشكل واضح ان كفه الميزان سوف تترجح لمصلحه في الجانب الاقتصادي. لكن البعد الاقتصادي الى حد ما مطعون به، لان الظروف الموضوعية التي تواجدت في عهد إدارة ترامب تختلف عن ظروفه. كان هناك جائحة. صحيح. وبايدن استلم في
فترة التعافي، وبالتالي يمكن الطعن في ملف الاقتصاد إلى حد ما. فيما يتعلق بالهجرة، هناك تغيير كما رأينا من قبل ترامب، هناك البطاقات الخضراء، وهناك الإعفاءات الضريبية، وهناك استمالة الشباب من خلال تيك توك وغير ذلك من تلك الأمور التي يحاول جاهدا ترامب أن يضع في كفة الميزان تلك الأمور لصالحه. أعتقد بأن هذا الأمر يمكن أن يشكل اختلاف، ولكن أنا أعتقد بأن الشأن الخارجي يمكن أن يكون هو الأكثر ضراوة في حال تم بحثه لاحقا. ولكن دكتور فراس، من المعروف بانه الناخب الامريكي لا يهتم ما يجري خارج الارض الامريكيه، يهتم بالداخل. فيعني لا ادري اذا كان المرشحان من الممكن ان يعني يشكلا جدلا حول هذا الملف. لا موضوع أعرف. موضوع النقطه اللي تفضل فيها الدكتور، موضوع الهجره غير الشرعيه، انا على يقين انه بايدن لن يستطيع ان يدافع بالدفاع الكافي عن هذا الموضوع. لماذا؟ لانه الارقام تقول، ونحن نقول ارقام، من لحظة ما استلم بايدن السلطة إلى الآن بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين 6,300,000، وهي أرقام تاريخية لم تحدث في تاريخ الولايات المتحدة. غير مشروعة بينما ترامب أقفل لهم الحدود، في حين أن ترامب معروف عنه متجدد جدا في موضوع الهجرة غير الشرعية، ومعروف عنه أنه متسلط جدا في هذا الموضوع، وكان ورسالته واضحة أن قوانين الهجرة الحالية في عهد ترامب غير كافية من أجل معالجة الهجرة غير المشروعة. دكتور، نقطة مهمة أخرى، الجانب الأمني، يعني في عهد ترامب كانت الأمور الأمنية ومؤشرات الأمنية يعني أقل بكثير على مستوى الجريمة وكذا في الوقت الحالي. وهذه نقطة ربما يستخدمها ترامب ضده. وهذا واضح جدا. نعم. ولكن على العلم، يعني موضوع قانون الأسلحة التي تعطى في الولايات المتحدة أيضا هناك جدل عليها وفي خلاف. كلا المرشحين لا يستطيعون أن يدافعوا عن بعضهم في موضوع الأسلحة، فكليهما سواء كان بايدن أو كان ترامب لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا في موضوع الأسلحة. ربما ترامب يستعرض أكثر شيء. الموضوع أكبر منهم. لماذا؟ لأنه بكل بساطة الذي يسيطر في هذا الموضوع هي المؤسسات العسكرية، هي صاحبة القرار في هذا الموضوع، هي المؤسسة التي تتخذ القرار في موضوع من يسمح ما نسمح به أو ما لا نسمح به. فالمؤسسة العسكرية في الولايات المتحدة على اليقين لها صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة، ولا يستطيع لا ترامب ولا بايدن أن يغيروا الأمر. بس المؤسسة العسكرية في نقابة مالكي الأسلحة اللي بيبلغ عدد أعضاء هذا 5 مليون، وهذول طبعا مرتبطين وعندهم لوبي كبير. صحيح. طبعا الحديث عن ترامب وهذه المناظرة وعن بايدن لا ينتهي ومتشعب، سنتابعه، ولكن اسمحوا لي أن نتوقف مع فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة النقاش حول هذه المناظرة التي توصف حقيقة بالتاريخية. أهلا بكم مجددا إلى ساعة حوار، وطبعا ضيوفنا. كنا تحدثنا عن الملفات التي من الممكن أن تكون جدلية، ويعني اتفقت بأن الشأن الداخلي هو سيكون الأهم. هناك مواضيع شائكة في هذه الملفات الداخلية بالنسبة للاقتصاد وبالنسبة للحدود تحدثنا، ولكن أيضا موضوع الإجهاض. صحيح. هذا الملف صحيح. إلى أي حد من الممكن أن يلعب أيضا بدوره تجاه الناخبين، وخاصة الذين لم يقرروا بعد؟ تفضل عزيز. وطبعا هذا ملف رئيسي، وفي اختلاف كبير بين الموقف. طبعا ترامب معروف كمحافظ، وموقف بايدن أيضا معروف كيعني ليبرالي، القيم الليبرالية ولا آخره. وتأثيره ربما يكون مش سهل، لأنه الطرفين ممكن يستفيدوا منه. في نقطة لصالح بايدن وجهة نظري، لأنه موضوع الإجهاض بهم الغالبية العظمى من مين؟ من الشباب، عنصر الشباب. عنصر الشباب، واستطلاعات الرأي بتشير إلى أنه أصلا في تأييد كبير، بل هو كبير جدا في بين صفوف الشباب اللي هم من 19 إلى 30 لصالح بايدن. والسبب الرئيسي، أو حتى أكثر من سبب، من ضمنه أو السبب الأول هو موضوع الإجهاض. وطبعا في اسباب اخرى من ضمنها البيئه، ولكن هناك ايضا موضوع اخر، موضوع التيك توك.
كمان أيضا الشباب هم يعني غاضبون جدا من موقف بايدن وإدارته تجاه تيك توك. أوضح بس فكرة اللي تفضل فيها زميلي، موضوع الإجهاض هي قد تكون نقطة يستطيع أو سلاح يستطيع من خلالها بايدن أن يوجه أسلحته تجاه ترامب، لكن لا ننسى أنه قبل سنتين من الآن المحكمة الدستورية العليا وهي أعلى محكمة في الولايات المتحدة أعلنت موقفها الرافض لهذا الإجهاض، وبمعنى آخر ترامب يستطيع أن يعتمد على قرار المحكمة الدستورية من أجل دعم وجهة نظر. ولا ننسى أن موقف الرئيس أو موقف ترامب هو موقف ديني نوعا ما، وبهذا من هاي الناحية بيحاول أن يجذب حتى موضوع عندما تحدث بأنه الذكر ذكر أيضا والأنثى أنثى أيضا بهذا الموضوع يعني يحرض على ما يؤمن به بايدن أو يعتبره بايدن يعني غير المشكلة. زي ما حكى الدكتور صح، قرار المحكمة العليا قبل سنتين موضوع إلغاء، لكن الآن هو موضوع بالتصويت، فقرار المحكمة مش ما أثر كثير على رأي الشباب اللي هم بالنهاية حيصوتوا بغض النظر عن رأي المحكمة. وبالتالي أنا معك تماما أنه الطرفين ممكن يكون، لكن حسب استطلاعات الرأي يبدو ترامب، لأنه مثلا استطلاعات الرأي بتشير إلى 68 مقابل 28 في الموضوع هذا، إذا في فرق كبير. دنيا ترى دكتور مهمة يعني هنا نتكلم عن ملفات ولا تبقى الحالة الشخصية لكل مرشح، يعني المحاكم على ترامب والقدرة الذهنية والأهلية لبايدن، وأيضا موضوع ابنه يعني أي صح. هذا أيضا ممكن يستخدمه نجد للرئيس نجد بايدن أوكي نجد يعني عفوا أخطأت، ولكن هذه العوامل الشخصية ربما ستكون هي أول شيء تطلق قبل الملفات، وبالتالي ستحسم عامل من الوقت ربما لن تصل إلى مرحلة الإجهاض ولا كذا، لأن 90 دقيقة نتكلم عن صغير تحكم فيها الآخرين وفيها ضوابط قاسية جدا ليس كما باقي المناظرات، وبالتالي أنا أعتقد لن تكون ربما تحضر بشكل بسيط، ولكن سيكون العامل الشخصي، لأن تعرف بطبيعة الفرق الانتخابية أو المستشارين الانتخابيين والسياسة الأمريكية بالذات، يعني السيستم الأمريكي من تقرأ هم يضغطون على الجوانب الشخصية بالقيادي. هذا الموضوع موضوع يعني. هانتر بايدن يعني نحن تابعنا الرئيس بايدن كم كان متأثرا، والبعض كان يتحدث أنه كان يفكر بأن يبتعد عن هذه الانتخابات من أجل أن يقف بجانب ابنه. صحيح. إلى أي حد سيستفز الرئيس ترامب الرئيس بايدن بهذه النقطة؟ ونحن نعلم يعني الحياة يعني والأوضاع الحزينة التي عاش فيها بايدن مع عائلته وفقدانه لمرته وابنه. كلا الطرفين لديه مشاكل مع القضاء الأمريكي، فالرئيس أو الرئيس السابق ترامب لديه مشاكل قريبة قبل فترة صدر عليه 34 حكم بالإدانة، فهو صدر عليه 34 حكم إدانة، ومن المتوقع أن يصدر القرار خلال الفترة يعني قرار إدانة خلال الفترة القادمة، وهذا قد يؤثر على مدى صلاحيته ممكن في موضوع التصويت فيما بعد لاحقا. وأيضا نجل بايدن أيضا مدان بعدة تهم، ومن المتوقع أن يصدر بحسب الكثير من القانونيين أن يصدر حكم على نجل بايدن بالحبس 25 سنة لتعاطي المخدرات وحمل سلاح دون ترخيص إلى غيره. فكلا الطرفين لديه مشاكل مع القضاء، لا يستطيع أي منهم أن يقول أنني أنا نظيف جدا، ولكن من الممكن أن تكون أصعب على بايدن لأنه أب ورئيس ورئيس حالي. ترامب ليس رئيس حاليا، ولكن بايدن تفضل استاذ محمد. لكن لو اخذنا مثلا تاثير هذا الموضوع اكيد حيثار غدا، لكن بعتقد وبرضه شويه مرتبط في استطلاعات الراي، انه تاثير الجانب القضائي والاجرامي خلينا نقول اذا كان حيكون على بايدن على ترامب اكثر. واستطلاعات الراي بتشير الى انه كثير من الامريكيين مش كثير نسبي، ولكن تراجع هو في الفتره الاخيره، أيضا تأثروا في حكينا كثير عن المواضيع أو النقاط الضعف، دعونا نكون أكثر تفاؤلا ونتحدث عن نقاط القوة لدى الاثنين. تفضل دكتور فراس. أعتقد وعودا على تعليقك الكريم عندما ذكرت بأن الناخب الأمريكي قد لا يكترث كثيرا بموضوع السياسة الخارجية، ولكن وإن كان كلامك صحيح لا ننسى هذه الغضبة التي حصلت فيما يتعلق بحرب غزة. أعتقد بأن أحد نقاط القوة والتي إلى حد ما قد تثار وقد أثارها سابقا ويمكن أن يثيرها، بأنه لم
يثر أو خرج عن عهود وتقاليد الولايات المتحدة الأمريكية في سياساتها الخارجية فيما يدعى بحروب الرؤساء الأمريكيين، هو قد يكون لم يثر أي حرب في عهده. بالمقابل إدارة بايدن فجرت العالم، يعني لم يكن هناك هذا الشيء الذي دائما أذكره في دراساتي حول جدلية العدالة الدولية والمصلحة القومية. إدارة بايدن لم تجعل أي نوع من التوازن بين هذين الأمرين بحكم أنها قوة قطب أكبر. ولكن يعني دعني أعلق على هذا الأمر، ترامب أيضا يعني ليس بأفضل حال، هو متطرف أكثر تجاه ما يجري. ولكن مقاربة ترامب مع روسيا والصين مختلفة، كانت أفضل بكثير فيما يتعلق بنظام الأمن الجماعي، نراه في حالة يرثى لها خلال عهد إدارة بايدن، بينما كان الوضع أكثر استقرارا. نحن نرى اليوم القوة القومية هي التي تثار، دولة تهاجم دولة أخرى ودولة تهاجم منطقة أخرى. أفغانستان قولا واحدا. إذن المقاربة التي قدمها ترامب فيما يتعلق بالقوة الكبرى في العالم كانت أفضل وأكثر استقرارا فيما يتعلق بنظام الأمن الجماعي وفيما يتعلق بالعلاقة مع المنافس الاستراتيجي والعدو الاستراتيجي اللذين أعلنهما بايدن تجاه يعني الصين وروسيا. صحيح بأنه ترامب قال بأنه يعني لو كنت أنا موجود في 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 الإدارة الأمريكية لم تكن حدثت حرب أوكرانيا وروسيا، ولكن صحيح. بنفس الوقت مع الصين كاد أيضا أن يحدث أزمة أكبر عندما ولكن كان هناك إدارة صراع. كان هناك إدارة صراع. يمكن الصين من أكثر الدول التي تتمنى أن لا يكون ترامب أن ينجح في الانتخابات. لأنه ند. لماذا؟ لأن بكل بساطة موقف ترامب تجاه الصين واضح جدا، أعلنها في أكثر من مناسبة، سوف نقوم برفع نسبة التعرفة الجمركية على البضائع التي سوف تأتي من الصين. فالصين شاعرة بتهديد كبير جدا فيما لو كانت النتائج أو فيما لو وصل ترامب إلى السلطة، على عكس الروس الذين يتمنون أعتقد أن يأتي ترامب وأن يوصل ترامب إلى السلطة. ولكن إذا قسنا النتائج وإذا أخذنا مؤشرات النتائج الاستراتيجية تمام. سنجد إدارة الاستراتيجية لترامب تعطيه بنفت أكثر من بايدن، يعني الأقوى من عنده، لأنه لا سيما مسألة الأسبقية الاستراتيجية فعلا أنت عندما تفكر تنخرط في أوكرانيا فهو هذا استنزاف للولايات المتحدة الأمريكية والناتو، وأيضا كان ماسك الشرق الأوسط بقوة ترامب من خلال ضغطه على عناصر القوة والتأثير بما فيها فصائل وقوة، بينما بايدن فتح الباب على هذا. إذا أسمح لي هذا يعود إلى نقطة تفكير الحزب الديمقراطي الذي يفكر بالاستراتيجية. يبدو معنا على الطاولة ديمقراطيين وجمهوريين دون أن تدري. هذه نقاط قوة يعني نقاط قوة. أتفق مع فكرة أنه السياسة الخارجية زي ما حكى الدكتور والفوضى اللي صارت هي بالنهاية على الرغم الخبرة ما حداش بناقش بايدن هذا خبير، بس فترته لا كانت هذه نقطة قوة لترامب. صحيح. إنه ترامب فعلا لو بدنا إحنا نقفز ونقول إذا ترامب فاز وليش هو بحكي هيك، ترامب طبعا ما بحكيش من فراغ. هو صح أحيانا أهوج، بس لا في أمور معينة بحكيها من حسابات. هو قوة الردع عند ترامب، في عنده قضية في السياسة الخارجية إذا قال يوفي. لذلك لو أنا بعتقد فعلا لو في عصر ترامب ممكن روسيا ما تدخلش لهذا السبب. دعنا نسمع دكتور عامر استرس تكلم به دكتور فخوري مشكورا. أعتقد بأن زاوية التفكير الاستراتيجي تختلف عن قضية جزئية تتعلق بالحروب التجارية التي أثيرت. نحن نتكلم هنا عن توتر ما بين قوتين عظميين، بينما حروب التجارية يمكن أن يكون هناك نوع من السيطرة عليها. بالإضافة إذا أردنا أن نحتكم إلى مؤشرات وبيانات وإحصائيات، مؤشر السلام العالمي بروتوكول جنيف يقول بأن الصراعات المسلحة بلغت ذروتها في عهد إدارة بايدن. نحن نتكلم عن 56 صراع نشط، نحن نتكلم عن 92 تدخل عسكري من قوى ذات بعد دولي بمعنى أنها تخرج خارج حدودها، ونحن نتكلم هنا عن الكثير من تلك المشكلات التي لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية بحكم أنها تفرض نفسها كقوة عظمى وتفرض نفسها بأنها ذات يد طولة أن
تفعل هذه الجدلية التي تكلمت عنها ما بين المصلحة القومية للولايات المتحدة وما بين العدالة الدولية بحكم أنها كبير للعائلة الدولية شاء من شاء وما أبى، وبالتالي هذا الأمر من الزاوية الاستراتيجية كان خطيئة في عهد إدارة بايدن. أعتقد أن بايدن لن يستطيع أن يدافع عن نفسه أمام الحقائق من ناحية مالية. الأموال التي دفعت من قبل الولايات المتحدة إلى الأوكران من بداية الحرب إلى الآن حوالي 113 مليار دولار. هذه الأرقام على حساب مين؟ على حساب المجتمع الأمريكي دافع الضرائب. يعني لدرجة حتى الكثير من الأمريكيين يقولون بأنه نحن ندفع ضريبتنا حتى تشتروا فيه الأسلحة. وقالها ترامب صراحة، قال أنني هذا أكبر تاجر سياسي، زيلينسكي أكبر تاجر سياسي وسوف يوقف، أكبر مندوب مبيعات، أفضل مندوب مبيعات. كان يصف الرئيس الأوكراني بأنه أفضل مندوب مبيعات، باعتبار أنه في كل زيارة يقوم بها للولايات المتحدة يعود بشيك ب 30 و 40 مليار دولار. يعني أعتقد أنه نقطة ضعف قوية جدا. ننسى نقطة مهمة، يعني الغرفتين أكيد هنا مقسمة ما بين الحزب الجمهوري وحزب الديمقراطي، يعني لا ما ممكن أن نبتعد عن خلفية سياسية لكل المرشحين. يعني عامل مهم جدا بالنسبة لعامل الردع اللي كان يفرض ترامب. اليوم نتكلم عن البحر الأحمر، نتكلم عن انقطاع التجارة الدولية، نقل عن طاقة، ماذا نتوقع منه أن يفعل مثلا؟ بإمكانه أن يستخدمه هذا التهديد الموجه إلى التجارة العالمية من خلال البحر الأحمر وحتى الأبيض، البحر الأبيض المتوسط أيضا. يعني طالت الحرب اليوم في المتوسط، اليوم إيه؟ الحرب في المتوسط. احنا نتكلم عن حال اللي هي احنا نسميها حرب الممرات او حرب الطرق الجديدة، بدت من الصين من الحزام والطريق، ثم طريق البهارات، وثم اخر شيء طريق التنمية عبر العراق. كيف يتعامل ترامب مع هذا الملف برأيكم؟ هو منطلق من فكرة انه حينحل الحرب، انهينا الحرب في على غزة. هو طبعا اللي بيصير في البحر الاحمر مرتبط بشكل مباشر باللي صار بغزه. هل هو قادر على انهاء السؤال؟ هل قادر؟ هذا السؤال، هذا السؤال. انا اعتقد بانه بكل تاكيد تكلمت من منبركم الكريم حول الموضوع البراغماتيه العسكريه التي يمكن ان تنحو بها اداره أي إدارة أمريكية تجاه إسرائيل، وبالتالي وقف إمداد السلاح يمكن أن يجعل إسرائيل حكومة نتنياهو تعيد النظر بشكل كبير. ولكن هل ترامب سيقوم بهذه الأسلحة؟ نحن نتكلم أن الأمن الاستراتيجية، الأمن القومي الأمريكي تجعل إسرائيل امتداد لها ودعم لا متناهي على جميع الأحوال، ولكن حكومة نتنياهو أثارت الكثير من الجدل في الانتخابات الأمريكية ضد إدارة بايدن، وبالتالي إذا جاء ترامب يمكن أن يأخذ بنهج مختلف لأسباب عديدة. أحد تلك الأسباب بأن حكومة نتنياهو خارج عن السيطرة، وهناك غضبة عالمية، وهناك الكثير من تلك الموبقات التي نعتت بها، وبالتالي هي حصان خاسر، وهو رجل اقتصاد لا يشق له غبار، وفي لحظة من اللحظات سوف يجعل هذا الرهان خاسر، لن يقدم على دعم تلك الأسباب. دكتور فراس محمس لترامب كثير واضح. لا مش قضية تحمس، هي الفكرة بالنسبة إنه كيف ممكن ينهي الحرب. هو بايدن بيقدر ينهي الحرب حتى بدون ما يوقف الأسلحة، في وسائل للضغط فعليا، لكن الآن في حسابات انتخابية للكل. لكن لو ترامب فاز هل ممكن ينهي الحرب ولا لا؟ أكيد كمان ممكن ينهيها. الطريقة الحين ينهيها، أنا بعتقد أكيد في طرق مختلفة، بس هو طبعا أكبر داعم كمان لإسرائيل وداعم لنتنياهو، وإحنا بنعرف العلاقة اللي كانت. بس ترامب ممكن يضغط على نتنياهو، وإذا انت شفتوا كيف تمرد نتنياهو مع ترامب مع بايدن، مع ترامب ما راح يستاهل، بس مع ترامب ما بيقدرش. فانا قصدي هاي ربما تعتبر نقطه، ما تنسوش انها بالنهايه نقطه ضعف. موضوع غزه كله هو نقطه ضعف لصالح، مش لانه ترامب، هي ضد بايدن بسبب الديمقراطية. على ملاحظتك، لا اريد ان اظهر بمظهر محامي الشيطان، ولكن انا اريد ان اقول بانه أحد خيارين وهو الأقل سوءا، لأن من منظور العلاقات دوما يهمنا تلك المنطقة التي نقبع بها أو أي نوع من المناطق في العالم، نريد بعض السلام بعض الاستقرار. كما قالت إحدى القيادات المتنورة الروحية في يوم الأيام، نحن لا نريد المزيد من الناجحين، نحن نريد المزيد من صناع السلام. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية هي، نحن نعيش في باكس أمريكانا، نحن نعيش في عهد السلام الأمريكي وفق العلم السياسي، يعني وبالتالي عليها أن تأخذ براغماتية. قبل شوي بتقول براغماتية براغماتية قيام السلام هذه لنقوم نحن الآن باستطلاع. رح أبدأ معك دكتور عامر، تفضل. ترامب أم بايدن؟ كليهما لديه نقاط ضعف، وكليهما لديه نقاط ليس بالضرورة أن نجيب فلان أو فلان. من يتفوق بنقاط معينة غدا؟
على الأرجح ترامب لديه أسلحة هجومية أكثر من بايدن. دكتور محمد، أنا لا يعني بالنسبة لي لا أفضل الواحد على الآخر، ولكن إذا كان السؤال مين اللي غدا ممكن التأثير غدا، أنا بتوقع أكون متقاربين وعلى المدى البعيد أنا بدون ما أحكي عن رأيي الشخصي فعلا مين حاب يفوز، بس أنا بتوقع بتظل كفة بايدن أكبر. يعني لدينا نقطة ترامب أوكي. ونقطة بايدن. كينيدي، أنا أريد أن أكون طوباوي قليلا. حركة الاتفاق الوطني التصويت الشعبي في الولايات المتحدة أطلقت بعض تلك المبادرات بشأن تغيير آلية الانتخاب لمنع هذه الوصاية السياسية، يا ترامب يا بايدن يا جمهورية ديمقراطية. وبالتالي أنا أريد في لحظة من اللحظات أن تنمو تلك الحركة ولكن نحن نعلم أيضا بالمناظرات هناك آلية معينة، وفقط يعني ترامب وبايدن استطاعوا أن يحصلوا على هذه الشروط. هم بالمناسبة مش مرشحين رسميين، لذلك يعني هم فقط عبر استطلاعات معينة وعبر وسائل إعلام استطاعوا أن يوفوا الشروط وصارت هذه المناظرة. ولكن غدا من سيتفوق؟ من زاوية العلاقات الدولية أنا أرحب بترامب. طب أنت ترحب مين بتتوقع؟ ولكن ماذا تتوقع؟ أعتقد أن لترامب ضمن الظروف التي نتواجد بها بعض الحظوظ. 2-1 أعتقد ترامب أيضا. 3-1 ترامب أكثر، لأنه نقاط القوة أكثر. إذن أنتم أكثر نحو الاستطلاعات اللي حاصلة حتى الآن يعني. صحيح بكل تأكيد. هل مناظرة غدا ستحدد من سيكون في البيت الأبيض أم من الصعب؟ بكل تأكيد مستحيل. هذا الأمر لا يمكن أبدا. المناظرات بين الرؤساء أو بين المرشحين لا تحسم أبدا النتيجة، لا نستطيع. لكن قد يكون لها وزن في التأثير على الناخب المتردد في التصويت مع فلان أو مع فلان، لكن هل تستطيع أن تحسم؟ بكل تأكيد مستحيل. وقد يكون عامل الحسم الأكبر هو خوارزميات وأباطرة خوارزميات ومن تواجد من ورائها واستخدام الـ AI. هذا الأمر يمكن أن يكون عامل حاسم في الانتخابات. لكن أنا أتفق أيضا مع وجهة نظر الدكتور، هو من حيث المبدأ مش حيكون حاسم لكن حيكون لها تأثير أكيد. يعني هي فرصة لكل المرشحين غدا حتى يركزوا على نقاط قوة كل واحد فيهم ونقاط ضعف الآخر، وهذا بكرة بنشوف. هي المناظرة وسيلة التأثير، أحد وسائل التأثير في الانتخابات صحيح. فأحد الوسائل ربما تكون لصالح ترامب وتعطي دفعة أكثر إلى ترامب، ربما تخفف من جانب الضغط على بايدن. بنفس الوقت استطلاعات الرأي تشير 45 في الأرجوانية، الولايات الأرجوانية المتأرجحة، 45 لصالح ترامب و 37 لصالح بايدن، وربما تكون النسبة ترتفع. هل ستكون هي الأهم بين المناظرات التي ستكون في الأشهر المقبلة؟ في ذهاب وإياب، في ذهاب وإياب. هو أصلاً هاي المناظرة طبعاً أكيد لأنها الأولى، هو احتمال على فكرة الثانية ما تصيرش. First impression ربما. بالمناسبة. ربما. لأنه احتمال يلغوها لسبب. لماذا؟ هو بكرة بتحدد حتى موقفهم الاثنين إذا بيرغبوا ولا لا، لأنه ببين نقاط الضعف وفيش الأشياء. أنا بتوقع. إذا يعني يحق لهم أن يرفضوا؟ طبعا ممكن مش يرفضوا، هي في النهاية لابد اثنين يوافقوا على المناظرة. إجابوا قبول. لأن هي على فكرة المناظرات هاي مش شيء جزء من نظام السيستم، لكنها عرف. صحيح هي عرف. لكن في نقطة مهمة إنه هم بجوز يحاولوا يركزوا، لأن هاي بتاخذ جهد ترى، أنت كنت تحكي عن فبيحاولوا يركزوا في الشهر الأخير على موضوع الاستعداد للحملة أكثر. فأنا بتوقع تكون هاي أهم من هذه، هيك وجهة نظري. دكتور عامر، أنا أعتقد أنه سوف نرى أكثر المناظرة الثانية سوف تكون موجودة، ولكن أعتقد أن ترامب نتيجة مشاكله مع القضاء الأمريكي على الأرجح قد لا يكون لديه الفرصة الكافية والوقت الكافي لكي يعني يشجع نفسه ولكي يساعد الآخرين، لأنه لديه مشاكل مع القضاء الأمريكي، فليس لديه الوقت الكافي لكي يعمل الحملة المفروض أن يعملها أي رئيس. خلص وقتنا، ولكن هل نتوقع أي مفاجآت؟ الانطباع الأول يدوم طويلا، ولكن في حال كان هناك سقطة ذهنية لبايدن في هذه المناظرة يمكن أن يكون هناك غلبة. انتهز ترامب فرصة تقريب المناظرة حتى لا تطلع بعدين الأحكام وتكون مو بصالحة. ذكي جدا بقبول تقريب المناظرة. دكتور كان طلب بايدن كمان. من طلب بايدن ولكن هو قبلها بذكاء. هو تحداه وقبلها بذكاء. شكرا لكم دكتور عامر، دكتور محمد، دكتور فراس، وأيضا دكتور عزاوي. أشكر لكم طيب المتابعة مشاهدينا، أترككم في أمان الله.